ضمان التوازن بين اللجوء الى الحراسه النظريه وحمايه حقوق المتهمين وضمان سير العداله وعقلنا الاعتقاد. ان الحكومه وكما اعلنت في برنامجها الحكومي 21-26 ملتزمه باستكمال انجاز الاوراش الاصلاحيه الهامه المنبثقه عن الاصلاح الدستوري والتي تهدف الى ترسيخ الخيار والمسار الديمقراطي وتعزيز حقوق الانسان وسياده القانون لبناء مجتمع مغربي اصيل بهويته وثقافته وحداثه وعصره بانفتاحه على القيم الانسانيه الكونيه المشتركه ومتضامنه يكفي للجميع للامن والحريه والكرامه والمساواه وتكافؤ الفرص. وهي الرؤيه التي تتمثل فيها الاصلاحات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية جزء من مسار وطني تنموي يشكل فيه الإصلاحات السياسية ضرورة ملحة وشرط لتحقيق النمو والتقدم والحداثة والإصلاح. تقرير الاستعراض هي لقاءات جهوية شملت جميع الجهات. بلادنا لها موعد مع التزام دولي في نهاية السنة الجارية بجنيف لتقديم التقرير نتاع الاستعراض، ولكن المنهجيه نتاع التشاور والحوار حوله قررنا في المندوبيه الوزاريه ان تكون في جميع الجهات في لقاءات مفتوحه منظمه حضرها الفاعل المدني والجامعي والفاعل الترابي والقطاعات الحكوميه والجامعه، وكانت لقاءات لتبادل الراي ليس فقط في الالتزامات الدوليه ديال تبنى دلان في مجال الحقسان، ولكن ايضا في ارتباطاتها بما يهم الناس في عين المكان وفي مستوى المعيشه ديالتهم. فلذلك فعلا لقاءات رفيعه المستوى، وبالنسبه لي يجب ان نفكر في كيفيه استمرارها في المستقبل. تم اختتام اللقاءات التشاوريه الخاصه بحقوق الانسان هنا اليوم في الرباط، هذا له مدلوله على انه اليوم الحكومه كتوجه في الجهات المقاربه الجهويه حاضره من اجل المناقشه ومن اجل اغناء النقاش ومن اجل كذلك اشراك المؤسسات المحليه في اي نقاش كان. اليوم وزاره العدل مع السي لطيف وهبي اللي دار واحد الخطاب حول الملف الحقوقي، وانا كيف قلت في الكلمه هذا كان بمثابه مرافعه حقوقيه اللي تحمل في طياتها استشراف المستقبل الحقوقي في البلاد والتصنيفات القانونيه اللي الحكومه مقبله على التهيئ ديالها باش تمرها في البرلمان. اذا الجهه كذلك اليوم ما بقاتش هي جهه جامده، فهي جهه متحركه من خلال الشراكات اللي عندها مع وزاره العدل وكذلك مع المجلس الوطني لحقوق الانسان في مختلف الملفات. احنا اليوم مع وزاره العدل كنهيئوا واحد المشروع وكاين واحد الاتفاقيه اللي فيها واحد الاستعداد مادي وكذلك معنوي وكذلك مع اداره السجون اللي اليوم كذلك خصنا لهم غلاف مهم من اجل الارتقاء بالحياه ديال السجناء داخل المؤسسات السجنيه وكذلك من اجل انشاء مؤسسات اخرى وكذلك من التخفيف من الاكتظاظ. اذا مجلس الجهه اليوم ما بقاش منحصر في المجال الاقتصادي والاجتماعي، عنده مجالات اخرى يشتغل فيها والمجال الحقوقي هو في صلب العمل اللي كنقوموا به. هذه الندوه بطبيعه الحال هي جاءت في اطار شراكه علميه تربط كليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه السويسي والمندوبيه الوزاريه المكلفه بحقوق الانسان وفاعلين اخرين، وهي تاتي بطبيعه الحال من اجل اختتام اللقاء الاساسي الذي باشرته المندوبيه فيما يتعلق باللقاءات الجهويه الخاصه بالاستعراض الدوري الشامل. ونحن نعلم أن الاستعراض الدولي الشامل هو لحظة مهمة في الممارسة الاتفاقية الحقوقية، ذلك أن جميع الدول تهيئ له وموعد فحصه على مستوى مجلس حقوق الإنسان موعد منتظر. نحن في الكلية بطبيعة الحال وفي إطار انفتاح الكلية على كافة المتدخلين نشارك أولا في استقبال هذا الملتقى، ونعتز بأن الكلية هي من تحتضن هذا الملتقى من جهة، ونعتز أيضا لأن هناك مجموعة من الطلبة الباحثين والأساتذة سيشاركون في النقاش، وبطبيعة الحال لا يمكن إلا أن نتمن هذا المجهود الذي هو نتيجة لالتقائية متميزة على مستوى حقوق الإنسان ولشراكة أساسية تجمع الكلية بمختلف الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والثقافيين ببلادنا. فوصلتنا أقوال بليغة من مغاربة في المغرب العميق. أخيرا استعراض الدولي الشامل نزل عندنا هنا في الجهة.